رمضان يا شهر بك ربنا نعم، أهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم. رمضان يا شهر بك ربنا نعم، استبشروها الناس بك دومك الميمون، وارتاحت الأنفاس وخضرت العيون. استبشروها الناس بك دومك الميمون. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سؤال وجائزه، هذه الحلقه في مركز الحسون سنتر. اعزائي المشاهدين كنوا معنا في هذه الحلقه. هذا البرنامج برعايه شركه علي عبد الوهاب الفايز، الحسون سنتر، مستوصف رويال، الفقيه للعود، كيوت للعطور، عطري أجمل، حرف للدعاية والإعلان، بلاك روز، حلويات لارين، الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. حياك الله. لو سهلة. اسمك؟ تيجان. تيجان. تيجان ها؟ تيجاني. اي وانت الاسم؟ محمد النزي. محمد النزي، حياك الله. وانت؟ منصور محمد. منصور محمد، ليش الشرطي على طول هناك منصور؟ ها؟ يا محمد ليش كنت هناك؟ لاني ماني قاعد. يقول عندها مشاركة. عندك مشاركة انت؟ لا هي عندها مشاركة. نسمع، نعطيك سؤال ولا نسمع المشاركة قبل؟ كيف؟ خلنا نسمع المشاركة يلا. جنة جنة جنة، والله يا وطنا. يا وطني حبيب يا بتراب طيب، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة، جنة جنة جنة، والله يا وطننا. يا وطني حبيب يا بتراب طيب، حتى نارك جنة. جاهز تاخذين معنا جائزة على طول يا تيجان؟ قبل ما نبدأ بأي سؤال لأبوك تروحين الملاهي تلعبين بالسم، لازم يوديكم اليوم ولا بكرة. زين، حياك الله محمد. الله يحييك، كيف حالك؟ الله يسلمك. من وين يا محمد؟ من عرب. الله يحييك. اهلا وسهلا، متى الوصول؟ والله اليوم العصر. زياره ولا تناوين تصومون هنا؟ لا والله معدين عمره ان شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله. متى طالعين ان شاء الله؟ بكره ان شاء الله. ان شاء الله. شلون اجواء عرعر اليومين اللي راحت؟ الاجواء بصفه عامه برد حر ولا زي الاجواء هنا؟ لا الاجواء مقاربه، يعني الشمال كان مقارب لبعض. الاجواء عليله جدا. محمد انا عندي سؤال، إذا أخذت أو عرفت الإجابة تأخذ مجموعة جوائز. طبعا روعة هنا بحائل، ما تأخذها معك المكة ولا أجلوا يوم شوي ها، ولا إذا رجعتوا. أكبر عضو في جسم الإنسان. أكبر عضو في جسم الإنسان. أكبر عضو هو القلب. أجهل كاميرا ها. القلب. مرت عليك المعلومة؟ والله لا ما مرت، يمكن قاريها أبو بس عاد الذاكرة يمكن. ما تقرأ أنت؟ والله نقرا بس عاد الانفتاح الحين المعلومات صارت. الدخان مضر بالصحة صح؟ الدخان كل انواعه. ايوه. الرئتين ها؟ ما ادري. انا اقول الرئتين ممكن. الرئتين هي اكبر. تأيدني يا منصور. الرئتين؟ لا غير اجابته. غيرها. ايش عندك؟ أكبر عضو في جسم الإنسان، بجسمك أنت في عضو هو أكبر الأعضاء، وش العضو هذا تقريبا؟ تذكر لي ثلاثة من الأعضاء بجسم الإنسان بجسمك؟ ثلاثة أعضاء، تذكر لي تيجان ثلاثة أعضاء بجسم الإنسان؟ وش الأعضاء؟ قلب، كبد، كبد، كرياس، كلى. محمد شكل المعلومات عندكم مرة. والله حل المعلومات أنا دينية الحمد لله يعني. الحمد لله. لا بس يمكن مع الطريق وزي كذا. والولد معصب علينا الصغير، ما ادري ايش نظامه. يبغى يلعب. مستعجل. ما ادري اقول عضو. اكبر الاعضاء في جسم الانسان. اكبر عضو ها؟ إيه؟ اكبر عضو. قلنا القلب احنا، وقلنا الرئتين، وقلنا الطحال. اعطيك خيارات. عطنا خيارات. انت ايش قلت؟
ها؟ ايش قلت انت؟ قلت القلب والطحال الكبد ها؟ الرئتين طيب اعطيك خيارات. شكله ذكية تيجان، بس ترى اللي يفوز انت ولا منصور ترى بتاخذون الجائزة. عموما السؤال الجميع حتى لو عرفت الإجابة يا تيجان. محمد، الكبد ولا القلب ولا الرئتان؟ ما انا قلت لك اول واحدة من الثلاثة. طيب انا قلت لك اول واحدة من الثلاثة، عطنا واحدة من الثلاثة. انا اقول الكبد. اتفقوا على إجابة واحدة ها؟ مو انا قلت رئتين بس الظاهر تبغى ناكد ها؟ خلاص نقول رئتين. منصور تعال هنا، تعال هنا منصور، معي الرئتين. منصور خليك شوي هنا، وجهك للكاميرا. منصور وجهك للكاميرا، زيدني. ابوك يقول الرئتين صح ولا خطا؟ صح. انا اقول غير، وانت يا تيجان؟ انا اقول عندك الكبد ولا القلب ولا الرئتان؟ تقول الكبد انت. لا ما تفقني كذا محمد. الرئتين. لا قالها منصور. إذا قالها ياخذ الجائزة هو منصور، أنت شو تقول؟ أنا أقول القلب. خلاص احنا بنتغاضى المرة هذه. خلاص بطلع منها أنا. أنت ولد الكبد ها؟ منصور رئتين، شوف من اللي يفوز. أنت تقولين؟ أنا أبي الرئتين. أنت الرئتين لا هي تقول أنت ايش قلتي؟ الكبد ولا الرئتين؟ الكبد، الرئتين منصور. لا يمكن تبي الرئتين أنت ولا الكبد؟ وأنت هي؟ الكبد. الكبد. وأنت القلب؟ القلب إي نعم إن شاء الله. أكيد الإجابة واحدة من الثلاثة. أكيد. والجائزة ما راح تتعداكم أكيد. إذا الإجابة صح عن تيجان، إجابتك صح يا تيجان، أعطونا صفقة يا كنترول. صح الإجابة لتيجان، طبعا تيجان تفوزين معنا. وطبعا هو أكبر عضو في جسم الإنسان هو الكبد. طبعا تربحين معنا قيمة مشتريات من كيوت للعطور، و قيمة مشتريات من الحسون سنتر، وكذلك قيمة مشتريات من حلويات لارين، وباقي طال عمرك عرض مجاني على ابتسامة المشاهير في مجمع رويال الطبي. والأمور هذا الحليوة ياخذ معنا لأنه زعلان، ياخذ قيمة مشتريات ألعاب. زعلان زعلان مرة، زعلان زعلان خلاص قافلة معه. يلا كل عام وانتم بخير محمد. وانت بخير، وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة هذه. أشكركم كمسؤولين قناة النقاب، ويعطيكم العافية وما قصرت. شكرا لك. شكرا. يلا منصور مع السلامة. يلا تيجان مع السلامة. كيف الحال؟ شو اسمك؟ سارة. سارة حياك الله يا سارة. وش المشاركة اللي عندك يا سارة؟ مشاركة. يلا أعطينا صوتك. حبني أو حب غيري، صرت في عمري خيال، قانع أخوارف مصيري، ما لي في قلبك مجال. قلت أبعد واستريح ما يصح إلا الصحيح، كنت أبعد واستريح ما يصح إلا الصحيح. هذه أنشودة حلوة سارة ها؟ يلا خذي من حسون سنتر وعبد الوهاب الفاز، تروح تلعبين بالملاعي. خلاص سارة؟ اسمك؟ صلاح. من وين يا صلاح؟ من حاي. هيك عندك مشاركة صلاح؟ إيه. وش هي؟ طناي. ها؟ طناي. يلا عطنا يا طناي يا الشمر، طنايا يا شمر، يا طنايا يا شمر. ما شاء الله، انت من وين انت؟ من حاي. ما شاء الله، كيف حالك؟ طيب. اي صف؟ بس بس. تلعب ملاهي انت يا فايز ولا ما تحب الملاهي؟ لا. ما تبي ملاهي؟ ما اعطيك جائزة ملاهي؟ ايه. عطنا ملاهي للفايز، تستاهل يا فايز. يلا كل عام وانتم بخير. اهلا هلا بك دوم يا فرحة المسلم. حياك الله. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. انت بخير، صحة وسلامة. شلون صحتك؟ طيب. الله يطول عمرك. يطول عمرك. تعال، كيف الحال؟ والله بخير. اسمك؟ صالح محمد. صالح؟ صالح. ونعم يا صالح. الاسم؟ محمد العنزي. ونعم يا محمد. حياك الله. كيف حالك محمد؟ الله يعافيك ويسلمك. كل عام وانت الجوال يدك بخير ان شاء الله. الله يعطيك العافية. نحب نهنى خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كافة. وانتم الله لا يهينكم. الله يحييك. الله يحييك محمد. احنا عندنا سؤال، واعتقد السؤال هذا سهل، لكن احنا نبي نسال صالح قبل ما نسالك، انا اتوقع راح تعرف الاجابه. صالح اي صف؟ صف رايح الاول متوسط. رايح الاول متوسط. من راح معك؟ طلاب. كلكم رحتوا مع بعض؟ ايوه. ماشي ولا بسياره؟ لا ماشي. المدرسه بجنب المتوسط الابتدائي صح؟ ايوه. حياك الله يا صالح. ايش تقديرك؟ ممتاز. طيب ما شاء الله تبارك الله. طيب يا صالح،
تدري وشو أضخم بناء بالعالم؟ لا ما مرت عليك. نرجع لمحمد. كيف حالك محمد؟ الله يهديك ويسلمك. السؤال ما هو أضخم بناء في العالم؟ إسلامي يعني ولا تجاري ولا؟ لا في بناء شيء مبني يعني هو أضخم شيء بالعالم. ما هو خيارات؟ خيارات. لا السؤال سهل، أنا أعطي خيارات إذا كان السؤال صعب، إذا كان في أرقام وتواريخ وزي كذا. ليش ما المركز التجاري مدينة الملك عبد الله؟ لا أنا أقول بالعالم. وانا ماني متاكد، اعتقد انه من العجائب السبع بالدنيا، انا ماني متاكد من المعلومه. مبنى قديم يعني؟ ما ادري، مبنى اضخم بناء بالعالم، ما فيه ما بني زيه نهائيا يا صالح. نهائيا يا صالح. سور الصين العظيم يعني؟ ما ادري. تقريبا سور الصين العظيم يعني. محمد ها؟ محمد نعم. سور الصين ما ادري، ثبت اجابتك ولا لا؟ تقول لي مدينه الملك عبد الله، بعدين تقول لي سور الصين العظيم، بعدين تقول لي الاهرامات، الاهرامات. لا لا جيت مصر؟ الهرمات حلوة صح؟ لا والهرمات برضه ما أدري أنا، أنا أسأل صالح. طيب الإجابة عند صالح. لا واحد من الثنتين أو يمكن ثلاثة يمكن. الإجابة عند صالح. متأكد؟ ها؟ متأكد. ناخذ إجابتك ولا ناخذ إجابته؟ ناخذ إجابته أنا بعده بعد صالح. ما لا أنت مو واحد اتفقوا على واحدة. لا لا الهرمات. اتفقوا على واحدة. الهرمات. يلا حيرتني. اتفقوا على واحدة. ها صالح الاهرامات ها يا محمد سور الصين اذا هو يعني اكبر بناء ما يحضرني كذا انت الحين تعطيني توقع ولا متاكد من الاجابه متاكد صالح متاكد صالح وانت انا الله اعلم يعني. اذا اجابه اضخم بناء بالعالم هو الاهرامات ولا سور الصين العظيم سور الصين العظيم وانت حيرت انا سويت صالح سور الصين سور الصين العظيم متأكد؟ متأكد إجابة نهاية محمد ما تغير؟ ما غير إجابة صحيحة الله يطول عمرك أضخم بناء بالعالم هو سور الصين العظيم طبعا تربح معنا قيمة مشتريات من حلويات لارين الله يطول عمرك عندنا هذه صالح ألعاب مدينة ألعاب في منتجع السمراء كوبون مشتريات من عطري أجمل كشف أو تخفيض على هذا الكوبون في مستوى صفر ريال كوبون مشتريات من الفقيه للعود كوبون مشتريات من الحسون سنتر وكل عام وانت بخير محمد نشكر القناة ونقول لكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله وعلى المسلمين أجمعين إن شاء الله اللهم آمين شكرا صالح شكرا يا وش أضخم سور وش أضخم بناء بالعالم سور الصين والأهرام وين تقع بمصر يلا بالتوفيق إن شاء الله شكرا لك محمد مستمرين أعزائي المشاهدين وإياكم طبعا واضح من السؤال أنه ما هو أضخم بناء في العالم أنه السؤال سهل هو سور الصين تعرف عليك جوري جوري ما شاء الله شو معنى اسم جوري يا جوري اسم الورد صح ما شاء الله وانت ورد يا جوري يلا اعطينا مشاركتك ولا نشوفك يا غيمة الخيرة رشي على سعودي رشي على الجنة اشتاقت ورودي بلادنا جنة نسقي ونرعاها حنا لها حنا فالروح نفداها يلا نشد الحيل هذا الوطن غالي وجيل يسابق جيل وجباهنا عالي وجباهنا عالي ممتاز يا جوري تاخذين معنا تروحين تلعبين بالملاهي بمنتجع السمرة واضح جوري ربي ربي يا رحمن املأ قلبي بالإيمان واحفظ لي أمي وأبي الغالي ممتاز يلا رح يلا نطلع فوق أو شو اسمك يا حلو نواف نعم نواف شلونك نواف أبعطيك يا نواف جائزة الحين تروح تلعب بالملاهي مجاني تروح تلعب بالملاهي وتروح تأخذ حلويات من حلويات دارين واضح يا نواف يلا مع السلامة نواف يلا مع السلامة هلا وسهلا ملاف فضي ضاحي الشمري رناد متعب خلف الشمري الانشودة حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شرباني انا عداهي احمر شرباني وبعض الناس سوى مثلي عنتر على شيبون بلا شي صعب عبله
حبيبي معذب في حياته وانا في حياتي عذبوني وانا في حياتي عذبوني وبعض الناس سوى مثلي عنتر على شيب بلاش صابع بلر طلعت جبل لما اعتليته وفي نصف ساعة نزلوني وفي نصف ساعة نزلوني. طبعا اعزائي المشاهدين وصلنا واياكم الى نهاية هذه الحلقة مع الامورات. طبعا شيبون وعبلة ها؟ شيبون من شيبون؟ اي واحدة شيبون واي واحدة عبلة؟ انا شيبون. اي صف انت شيبون؟ انا رايح الرابع حق رايح الخامس. ما شاء الله وانت رايح الخامس؟ انت عبلة ها؟ اسمها عبلة فعلا كذا وانت اسمك شيبون. وصلنا وياكم اعزائي المشاهدين الى نهاية هذه الحلقة مع شيبون وعبلة الى ان نلتقي في حلقة الغد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية شركة علي عبد الوهاب الفايز. الحسون سنتر. مستوصف رويال. الفقيه للعود. كيوت للعطور. عطري أجمل. حرف للدعاية والإعلان. بلاك روز. حلويات لارين. الراعي الإلكتروني صحيفة عين حائل الإلكترونية. لن هلا بكدوم يا فرحة المسلم رمضان يا شهر بك ربنا نعم.